قول لهم يا فاروق لو انت سامعني يعني من بدري، قول لهم قول لهم ان انت موجود وجاهز ودائم التواجد في معسكر النادي الاهلي. ويعني امبارح كانت الدنيا لطيفه وحلوه، فانا بصراحه تعبت يا فاروق، مش تعبت ولكن زهقت من كتر الكلام المضحك والكلام الذي لا يصدق. فقول لهم يا رؤى لو عندك حاجه تقولها يعني. البداية طبعا انا برحب بحضرتك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اسمح لي يا كابتن اسلام، انا يعني انا بضحك بالفعل على الكلام اللي يعني اللي باحترامي الكبير لحضرتك، انا بضحك على الكلام اللي بيتقال. يعني انا هو اكيد يعني الكلام ده بيتقال في معسكر غير اللي موجود في النمسا عموما، يعني او ممكن يكون النادي الاهلي معسكر في مكان تاني. هو غالبا النادي الاهلي معسكر في مكان تاني يا فاروق، يعني ده اللي انا شايفه من كتر الكلام اللي بيطلع. يعني انا فاروق، ما احنا يعني طول النهار بنتكلم في التليفون، يا ابني اخبار الدنيا ايه، الموضوع الدنيا ماشيه ازاي يا حبيبي، الدنيا عامله ازاي، ها كذا كذا كذا. لما احب اغلس على حد من اللعيبه مثلا اقول له فاروق اديني قفشه مثلا، من انه قدامي يعني اديني قفشه مثلا ولا اديني فلان، بنتكلم كده يعني فاهم، بنحب نهز. احنا دايما عائله النادي الاهلي بتبقى دايما موجوده في اي مكان، حتى لو انا هنا وهو في النمسا فاروق واللعيبه في النمسا، ولكن احنا دايما بنحاول نبقى قريبين. فبنسمع طب اشتريته ايه، اشتريت ايه لبنتك يا فاروق؟ اوعى بقى عشان خلي بالك المدام بقى ما ايه متوقفلكش. ده عايز اقول لك امبارح مستر كولر قاعد في الشارع السياحي شنطه كنت اشتراسه الشارع السياحي في النمسا، فقاعد في كافيه في منتصف الشارع، فكل اللي بيشتري حاجه لازم يعدي على مستر كولر. فبالامس يعني مستر كولر قاعد عمال يعد الشنط بتاع كل لاعب نازل كتير كتير بصراحه. فانا انا نازل كان معايا شنط، يعني كان معايا الشنط بتاعتي والشنط بتاعت قفشه، فبيسالني بيقول لي كل ده، قلت له لا الشنط دي بتاعت قفشه والشنط دي بتاعت انا. قول له قول له قفشه بياخد اكتر مني. يعني كان يوم لطيف امبارح الحقيقه يعني بصراحه كابتن اسلام، يعني بصراحة كابتن اسلام يعني يوم ممتع جدا، اجواء ممتعة. يعني انا قبل بس ما اروح لليوم الممتع عايز اتكلم في نقطة بالتحديد لحضرتك، لاني سردت الامر الخاص بامام عاشور. يعني انا والله يا كابتن اسلام انا ما اعرف ان حضرتك خالص هتتكلم على امام عاشور ولا الكلام اللي بيتقال على امام عاشور. انا عايز اقول لك جزء من تكتيك النهاردة المستر كولر كان بنيه على امام عاشور النهاردة في التدريب المسائي للنادي الاهلي. مستر كولر لاعب بيديله اهتمام شديد جدا، شايف ان هو واحد من اللعيبه اللي بالنسبه له مفيش لعيبه كابتن اسلام ما يبقى جاي للنادي الاهلي، او انت خاصه انت في الفتره الاخيره انت تعاقدت او النادي الاهلي تعاقد مع اللعيبه في المراكز اللي النادي الاهلي محتاجها، ما جابش اي لعيب وخلاص. فبالتالي اذا اللاعب اللي انا جايبه انا عارف انا هستفيد منه ازاي، مستر كولر عارف هيستفيد منه ازاي. امام عاشور كان جزء من التكتيك بتاع مستر كولر مبني على امام عاشور في تفاصيل كتير جدا انت عارف طبعا مش هناخد فيها، لكن انا مستغرب يعني انا مندهش من الكلام اللي يعني اللي بيثار او بيتم ترديده في وسائل الاعلام المصريه. يعني انا فعلا بحس ان فعلا النادي الاهلي معسكر في مكان تاني غير النمسا، اجواء اللعيبه اندماج امام عاشور مع اللاعبين. يعني عايز اقول لحضرتك كريم نيدفيد وامام عاشور مع مروان مع ديانج مع كوكا، في يعني تقدر تقول مستر كولر بيبني امور تكتيكيه عليهم، خاصه ان امام واحد من اللعيبه اللي يعني مستر كولر مسلمه كمان لكارلوس مطور الاداء اللي بيتكلم معاه في تفاصيل مهمه بيحتاجها مستر كولر من امام عاشور، فبالتالي بيشتغل مع كارلوس. يعني دي النقطه اللي كان لازم يعني في البدايه ان انا يعني انوه ليها واوضحها من خلال حضرتك. طبعا زي ما حضرتك قلت امبارح او بالامس كانت الجوله الحره للاعبين في فيينا، يعني فيينا قطعه من الجنه بالفعل يا كابتن اسلام، الاجواء الاستمتاع اللعيبه قضت يوم من يعني من اجمل الايام، حاجه مهمه قوي يا كابتن اسلام. انت ماشي في كل شوارع شارع من شوارع فيينا تلاقي لاعب من الاهلي الجاليه المصريه العربيه بتجري عليهم. علي معلول كان بيدوروا عليه في كل الجاليه التونسيه بتدور عليه في كل الشوارع، يعني علي معلول يقابلني واحد تونسي وخلاص عارفين ان احنا المجموعه المصريه بتاع مع النادي الاهلي، يسالني فين علي معلول اقول له في موجود في المكان الفلاني، عقبال ما يروح المكان يكون علي معلول اتحرك. ففي كانت في اجواء جميله جدا. مستر كولر اتقابل مع مجموعه من جماهير النمسا اللي طبعا عارفين مستر كولر اللي سابق توليه القياده الفنيه لمنتخب النمسا، يعني واحنا موجودين واقفين بيتكلموا، فواحد من الـ من الـ يعني الجماهير النمسا بيقول له احنا عارفين ان انت بتدرب ريال مدريد افريقيا النادي الاهلي، ف
فيعني الامر ده اسعد مستر كولر. ومستر كولر طبعا مع الدكتور خالد الجوادي يعني مبسوط من الاجواء الجماهير، وهي بتتكلم في النمسا هنا عن النادي الاهلي وهي بتشبهه، بتقول لك احنا بتدرب فريق ريال مدريد افريقيا، احنا عارفين النادي الاهلي وبركولو على الانجازات اللي عملها مع النادي الاهلي، خاصه ان الاعلام هنا وسائل الاعلام في النمسا بتتابع اخبار مستر مارسيل كولر وبترصد نجاحاته مع النادي الاهلي. فكانت جوله ممتعه جدا، تحس بمدى يعني قيمه النادي الاهلي سواء من الجاليه المصريه الجاليه العربيه، الجماهير هنا في النمسا اللي متابعه يعني اخبار النادي الاهلي واخبار مستر مارسيل كولر. طيب ايه اللي حصل بقى امبارح في الجوله والنهارده، ايه اللي حصل طوال النهار؟ يعني امبارح يعني زي ما قلت لحضرتك الجوله كده كانت من الساعه 9 ونص الصبح لحد يعني الساعه 10 بالليل، كانت جوله مستمده يعني شوية. فيها امور كتير جدا يعني بالظبط يا كابتن اسلام، في اماكن يعني كتير جدا ممتعه جدا في النمسا، زياره بعض المتاحف بعض القصور يعني الاماكن يعني التاريخيه في النمسا، اللي طبعا حضرتك عارف بقى بجانب الشوبينج بقى والامور اللي بخاصه بيه اللاعبين، اقتناء بعض الماركات يعني المميزه العالميه سواء في الاحذيه الرياضيه او في اللبس بصفه عامه، القفازات خاصه لحراس المرمى، يعني تقدر تقول كان يوم ممتع جدا. ثم كان في طبعا استضافه لبعثه النادي الاهلي طبعا بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب لبعثه النادي الاهلي بالكامل في احد اكبر المطاعم في النمسا طبعا، وصاحب او مالك المطعم واحد يعني استاذ عزيز ده مصري مقيم هنا من 35 سنه، ويعني يعني كان في غايه الفرح بوجود بعثه النادي الاهلي طبعا يعني بالتنسيق طبعا مع الكابتن محمود الخطيب. النهارده بقى كابتن اسلام قبل ما اخش بقى على تفاصيل اليوم، خليني اقول لك ان في الوقت اللي انا بكلم حضرتك عندنا الدور قبل النهائي لبطوله البلاي ستيشن، يعني عندنا النهارده هيبقى الختام اللي قبل النهائي والنهائي، عندنا مواجهات من نور يعني كريم الدبيس يعني في مواجهه مع طاهر محمد طاهر في مواجهه صعبه جدا بالنسبه له، صلاح محسن هيواجه محمد زعلوك، وفي مواجهه طبعا ما بين كريم فؤاد وكوكا. انت بتتكلم في ست لاعبين، الثلاثه اللي هيكسبوا هيعملوا دوره ثلاثيه ما بين الثلاثه، اللي هيفوز في الدوره الثلاثيه طبعا هو اللي هيتوج بالبطوله، وبالمناسبه الفائز بالبطوله هياخد يعني لعبه او جائزه لعبه الفيفا 2024 دي طبعا مع نزولها او يعني اصدارها، فدي من الحاجات المهمه اللي انا يعني في الوقت اللي انا بكلم حضرتك. مين اللي هيجيبها؟ مهم ايه؟ المهم مين اللي طاهر 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 اللي هيجيبها؟ انا اتوقع كابتن اسلام طاهر يعني هو طاهر هيجيبها وياخدها. ماشي. عايز اقول لك ان طاهر يعني كل اللعيبه مرشحين طاهر وصلاح محسن للمباراه النهائيه، لكن كريم الدبيس فاجئنا المره اللي فاتت واحرز فوز في الدقيقه 93، يعني قال لي هدف بطعم النادي الاهلي والبلاس 90. فمن الممكن نشوف مفاجآت او الواقع يقول طاهر وصلاح محسن. ايضا في هذه الاثناء مستر كولر والجهاز المعاون بيعقد جلسه بافراد الجهاز بالكامل، طبعا انت عارف التحضير لمباراه اتحاد العاصمه، ويعني الترتيبات الخاصه ياسين المكاري قايم بتجهيز كافه الامور الفنيه الخاصه وتحليل الاداء الخاص بفريق اتحاد العاصمه. عايز اقول لك ان ايضا مستر كولر يعني في بعض التدريبات بيطالب التصوير او المحلل الاداء بتصوير بعض الجوانب الخاصه بطريقه معينه، دي خاصه بمستر كولر طبعا، بيقف على بعض الامور التكتيكيه الخاصه مش باللعيب وهو معاه الكوره، لا بوقفه اللاعب بدون كرة بالتحركات، في امور كتير جدا يعني فنيه. وزي ما قلنا ان مستر كولر مع كارلوس بيشتغل على بعض الجوانب اللي هي التكميليه للاعبين او النواقص للاعبين يا كابتن اسلام، يعني النقطه دي بالتحديد المخطط او المطور الاداء كارلوس بيشتغل مع بعض اللاعبين، يعني تقدر تقول اللاعب زعلوك بيشتغل معاه على كيفيه انهاء الهجمه، واللاعب خالد عبد الفتاح طبعا خالد بيلعب بالقدم اليمنى بيشتغل مع انه يلعب بالقدم اليسرى، يعني بعض اللاعبين رافت خليل بيلعب بالقدم اليسرى بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، يعني بعض الامور التكميليه اللي بيشتغل معاه مستر كارلوس في جانب تخصصي، ودي بقت يعني فقره ثابته في كل تدريبات النادي الاهلي سواء الصباحي او المسائي، في جزء تخصصي مع بعض اللاعبين، اللاعب اللي بيلعب بالقدم اليمنى
خالد عبد الفتاح. طبعا حضرتك عارف يا كابتن اسلام هو لاعب بالنسبه لمستر كولر بيحتاجه في اكثر من مركز، في مركز الظهير الايمن، الظهير الايسر، او مركز قلب الدفاع، فشايف انه لازم يلعب برجلين الاثنين. فدي من الامور اللي بيشتغل عليها مستر كارلوس مع خالد عبد الفتاح. زعلوك واحد من اللعيبه اللي شايف مستقبل لخط الهجوم، بيشتغل معاه على كيفيه انهاء الهجمه. رأفت خليل لعيب بيلعب بالقدم اليسرى، شايف انه يقدر يستفيد منه كجناح هجومي ايمن او جناح هجومي ايسر. اذا بالتالي لازم تلعب برجليك الاثنين، ودي من الامور المهمه جدا والمميزه جدا في المعسكر. استجابه كبيره جدا من اللاعبين النهارده. امام عاشور جزء يعني تكتيك اشتغل معاه كارلوس في بعض الامور اللي يعني طبعا من بتعليمات من مستر كولر. طبعا اليوم كان تدريب صباحي، يعني جزء بدني كان جانب بعض من اللاعبين في الجيم، ثم جزء الفني لبعض اللاعبين، ثم كان في التدريب المسائي. طبعا انت عارف التدريب المسائي بيغلب عليه الجانب التكتيكي والجانب الفني والتخصصي شويه في التدريب المسائي. ثم طبعا كان عوده اللاعبين الى مقر اقامه الفريق، لعيبه تناولت وجبه العشاء، جزء من اللعيبه بقى داخل اللي هم عندهم المباراه قبل النهائي والنهائي في البلاي ستيشن، بعض اللاعبين قاعدين في احاديث جانبيه. كابتن محمد الشناوي كان قاعد مع الكابتن محمود الخطيب، يعني انت عارف الكابتن الشناوي بيتابع تفاصيل كتير جدا ودوره كقائد وكابتن للفريق. كابتن الخطيب دايما بيتابع. وبالمناسبه كابتن اسلام، كابتن خطيب في اول يعني تدريب ليه حضر مع اللاعبين، اطمن على كريم فؤاد، اطمن على اكرم توفيق، وكان حريص يشوف الامور اللي تمت مع طبيب الفريق اللي خلاص صرح لهم بالمشاركه في المباريات. ايضا اطمن على امام عاشور وقال له امام الدكتور قال لك ايه، اطمن عليه وقال له انا جاهز يا كابتن. اطمن ايضا على كهربا وقال له يا كهربا حاول تتكلم مع يعني رضا سليم وتعلمه العلام الكويس، فقال له انا بعلمه. طيب علامه النادي. شفنا اللقطات دي يا فاروق، لكن الامور المهمه فاروق جدا برضه قول لي، بما اننا بنتكلم عن الفريق دلوقتي، يعني اللي احنا عارفينه ان هناك اربع لاعبين لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه، سينضموا لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه، وبيرسي تاو على ما اتذكر، ايضا علي معلول مع منتخب تونس، وبيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا، ثم اعتقد اليو ديانج مع مالي. الدنيا هتبقى ماشيه ازاي مع هؤلاء اللاعبين خلال الفتره القادمه؟ يعني اللي اقدر احسمه من خلالك يا كابتن اسلام هو بيرسي تاو اللي غادر خلاص المعسكر وتوجه الى مطار فيينا للانضمام لمعسكر منتخب جنوب افريقيا. اللعيب الوحيد اللي غادر حتى الان يعني معسكر النادي الاهلي هو بيرسي تاو، حتى الان لا يستجد، ما فيش اي جديد خاص بباقي اللاعبين، لكن الامر اتحسن بالنسبه لبيرسي تاو اللي خلاص يعني تقدر تقول كده من ساعه ونص بالظبط غادر مقر عقب انتهاء المران طبعا المسائي، غادر المقر اقامه فريق النادي الاهلي متجها الى مطار فيينا، ومن ثم طبعا الانضمام الى معسكر منتخب جنوب افريقيا. انما حتى الان باستثناء بيرسي تاو، سواء اللعيبه المصريه سواء اليو ديانج سواء علي معلول موجودين في المعسكر، ما فيش اي امر بخصوص هؤلاء اللاعبين. اللي حسم امره هو بيرسي تاو، وبالفعل غادر يعني تقدر تقول خلاص غادر فيينا وفي طريقه الى الانضمام الى معسكر منتخب جنوب افريقيا. طيب بكره الدنيا او يعني النهارده الناس هتلعب البطوله بتاعه البلاي ستيشن ويخلصوا ويبان مين اللي هيصعد للمباراه النهائيه، وانت هتقول لنا بكره ان شاء الله. وبعد كده اعتقد هم خلصوا العشاء ولا لسه؟ بالفعل يا كابتن اسلام تم يعني اللعيبه يعني تناولت وجبه العشاء، وبالتالي خلاص بقى الجانب الترفيهي الخاص باللاعبين. غدا ان شاء الله، خليني برضه اقول لك ان اليوم غدا هيبقى تدريب واحد فقط، وهو هيكون تدريب المسائي في تمام الساعه الخامسه. يوم هيكون يوم اعتيادي، لوجبه الافطار هتكون في تمام الساعه العاشره والنصف، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه الواحده والنصف. هيكون في المحاضره مستر كولر، ثم المران الرئيسي هيكون او المران الاساسي هيكون في تمام الساعه الخامسه. خليني اكد على امر ثاني مهم يا كابتن اسلام، خلاص النادي الاهلي هيخوض المباراه الوديه يعني المقرر ليها يوم الثلاثاء. لو نبي علي صوتك ثاني يا فاروق عشان دي الكلام ده يعني بيبقى فيه كلام مهم، علي صوتك وقول. بالظبط، تكرر ان النادي الاهلي هيخوض المباراه الوديه يوم 5/9 ان شاء الله، هتكون في تمام الساعه الخامسه.
في بتوقيت النمسا، ودي بالمناسبة أمام أحد فرق المقدمة في الدوري السلوفيني، وواحد الفرق اللي بيلعب طبعا في بطولة أوروبا، واحد من الفرق القوية جدا. فيعني مستر كولر غدا إن شاء الله هيكون تدريب وحيد، ثم طبعا يوم المباراة هيكون في تدريب صباحي. يعني أنت طبعا يعني ده أمر معتادين عليه من مستر كولر، يعني بكرة هيكون التراي ماتش يوم الثلاثاء، هيكون هناك تدريب صباحي خفيف لمدة 20 دقيقة أو 25 دقيقة، ثم طبعا هتكون المباراة تجهيزات من مستر كولر لهذه المباراة، تحضيرات اجتماعات، وبالتالي ان شاء الله باكد من خلال حضرتك المباراة يوم الثلاثاء القادم. طبعا خليني اقول لك ان المباراة هتكون في ملعب جراتس اللي بيبعد عن مقر اقامة فريق النادي الاهلي ب يعني تقدر تقول من 25 ل 30 دقيقة. اللي هيستضيف اللقاء مباراة بيطغى عليها الطابع الرسمي من قبل مستر كولر، نتمنى تكون بروفة قوية لفريق النادي الاهلي ان شاء الله قبل طبعا العودة الى القاهرة والاستعداد لمباراة السوبر الافريقي امام فريق اتحاد العاصمة. بالمناسبة برضو يا كابتن اسلام، واحنا موجودين طبعا في الجولة الحرة بالامس، طبعا كان هناك احاديث على قرعة بطولة السوبر الافريقي ووقوع النادي الاهلي في مواجهة فريق سيمبا. بعض اللاعبين الجهاز الفني بالمناسبة كان متوقع هذه المواجهة، خاصة ان يعني كان الاتحاد الافريقي اعلن ان المباراة الافتتاحية هتكون على ملعب في تنزانيا، فكان في توقع ان الاهلي هيلعب سيمبا نظرا لقيمه الاهلي، ان يعني لو عايز تعمل دعايه للبطوله في المباراه الافتتاحيه اكيد مش هتلاقي غير النادي الاهلي، وبالتالي كان في توقع شويه ان انت يكون مواجهه سيمبا. طبعا مستر كولر رافض الحديث عن مواجهه سيمبا ثم او مواجهه سان داونز او بترو اتلتيكو قبل الانتهاء من مباراه اتحاد العاصمه، عندي تركيز في مباراه اتحاد العاصمه احقق بطوله. في بعض اللاعبين مستنيه المباراه دي، مستنيه البطوله دي عشان تبدا مشوارها مع النادي الاهلي بالبطوله، ابرزهم طبعا رضا سليم اللي بيظهر بشكل ممتاز جدا في التدريبات، وايضا امام عاشور يعني من وجهه نظري وانت عارف يا كابتن اسلام كل اللاعبين الحقيقه بيشتغلوا، اللي انا عارفه ان كل اللاعبين بيشتغلوا بشكل جيد جدا. طيب فاروق برضو يعني ان شاء الله المباراه يوم 5/9، وانا الحقيقه بقول لكل جمهور النادي الاهلي اذا اراد مستر كولر ان المباراه تتذاع هتتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي، لو ما أردتش إن هي تتذاع يعني خلي بال حضراتكم، وأنا هنا بوجه كلامي لكل جمهور النادي الأهلي وهو زميلنا فاروق صلاح متواجد هناك، إذا أراد مستر كولر إحنا نذيع المباراة هنذيعها، ما أردتش يبقى ده اختيار فني بحت، هو ممكن يكون في دماغه حاجة مش عايز يوريها للناس، هو عايز يشوفها فقط، وبالتالي دايما بتكون مثل هذه المباريات هي مباريات من الناحية الفنية أو من ناحية إذاعتها أو عدم إذاعتها ليست بيد أحد إلا المدير الفني، لأنها بتبقى أقرب لتراي ماتش قبل المباراة، فبالتالي ممكن يكون عايز يخبي حاجة، عايز حد مثلا إسلام الشاطر ده بيلعب باك رايت فيوديه يلعب باك ليفت يفاجئ بيه الفرق التانية، فممكن جدا جدا، وده هيقرره لنا أو هنقرره مع حضراتكم أو هنقوله لحضراتكم خلال الأيام القادمة. يعني فاروق في النهايه لو عايز تقول اي حاجه. انا باكد يعني على كلام حضرتك بالفعل يا كابتن اسلام، كان حضرتك موجود معانا بالفعل في النمسا، لان النقطه دي بالظبط يعني بالتحديد من الامر بيخضع يعني احنا سايبينه طبعا، احنا يهمنا طبعا كقناه النادي الاهلي ننقل المباراه لكل جماهير النادي الاهلي، لكن طبعا بيهمنا في المقام الاول الحفاظ على سريه الفريق، الحفاظ على الجزء الفني الخاص بمستر كولر، فزي ما حضرتك قلت بالظبط الامر بيخضع لمستر كولر والجهاز الفني في تحديد مدى اذاعه هذه المباراه، لكن طبعا احنا كلنا نتمنى ان المباراه تتذاع، الجمهور نفسه يعني عنده حاله شغف ان هو يشوف اللعيبه الجديده ويشوف لعيبه النادي الاهلي، لكن زي ما حضرتك وضحت ان الامر طبعا بيخضع لمستر كولر، ان شاء الله يتم تحديد حسم هذا الامر غدا باذن الله، وان شاء الله يا رب باذن الله الجماهير تتفرج على هذه المباراه ويستمتعوا بفريق النادي الاهلي. يعني الجماهير عايزه ان شاء الله يوم 15 النادي الاهلي يكسب، فمش هتفرق ان المباراه تتذاع او ما تتذاعش، ان شاء الله يكون قرار مستر كولر وانت تبلغنا بيه ان شاء الله من خلال على الهواء مباشره. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح على هذه التغطية الرائعة كالعادة.